ياسين ومحسن احفاد الغيوان على هذه البادره الطيبه، وكنشكر الزميلات ديالي والزملاء والاخوات والصديقات ديالي اللي هما حاضرين معايا اليوم، وكنشكر الجمهور، وكنشكر صديقات ديالي اللي جاوا خارجين على مدينه الدار البيضاء وجاوا باش يحضروا معايا وباش يفرحوا معايا. وهذا التكريم كنهديه للحباب ديالي اللي هما نتوما، اللي هما الجمهور ديالي، اللي هما اللي كيساندونا. هما اللي كيخليونا مازال نزيدوا شويه في هذا الميدان، وانتوما كيعطيونا واحد النفس جديد باش كنعاودوا نقاوموا وباش كنعاودوا نبقاو في هذا الميدان. وكنشكركم جميعا على الحضور ديالكم، وكنشكر الاخوان والاخوات والصديقه الفنانه ديالنا الشاعره، وكنشكر جميع الاحباب، وكنشكر رشيده فقري. الانسان ديالي راه كيعجز بعض المرات ما تديمش عليا. شكرا لكم، شكرا جميعا، وشكرا على الحضور ديالكم، وكنعاود نشكر الفرقه الموسيقيه والهدايا المقاول الفني لمجموعه احفاد غيوان محسن ابو الزين صديقتها اتت من الجديده لتقدم لها باقه ورد ثقات على عربون المحبه والصداقه. شكرا صديقة ديالي، صديقة العمر ديالي اللي جات من مدينة الجديدة باش تحضر معايا، وشكرا الأخت ديالي هي ملكة ياسين أبو الزين الرائع. ياسين البقوس ديال الجمعية، يلا بين الجمهور ديال أحفاد الغيوان. احمد مسناوي تفضل. كنرحب بزاف بالاخ والصديق والاب الروحي ديالي اللي هو اطار وطني كره القدم، شريف مولاي عبد الله. كنشكره بزاف، دائما كيساندنا، ودائما اي تظاهره كانت كنلقاو هو الاول، هو الصباح دائما. كنشكره بزاف بزاف على خطيك استاذ. يا الله 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 يا